أخوك مش مضحك. هو مؤلف سمعت دجمن وطلعت أنا فرفور. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ النهارده معانا سام ساموري. طبعا شفتوا لما كان عندي من حوالي شهر ونص او خمس اسابيع. الشيب مختلف تماما، عمل بروجرس حلو قوي في فتره قصيره، وده طبعا يستلزم ان احنا نشيك بقى على مستوى التضاعف بتاع الفقرات، اخبار المفاصل ايه؟ ماسل فايبرز بتحرق لاكتيك اسيد قد ايه؟ طبعا ده بيختلف من شخص للتاني حسب الجهد التدريبي. فعشان تعمل بروجرس سريع في وقت قصير زي كده، الماسل فايبرز عندك بيحصل فيها سكار تيشوز كتير، نبتدي نحلها في خلطة عطر كامل موسم التجريب بتاعك من غير اصابات. نبتدي الاول نشتغل تراكنج، نتم من الاول على مستوى التضاعف بتاع الفقرات، ونعمل مانيبوليشن للنيك والسباين، ونشوف المفاصل على الكتفين ومفصل الحوض، لان ده طبعا بيفرق معاك في الحاجات اللي هي مثلا فيها حركات في المفصل التاني زي الديب سكوات والكلام ده. بعد كده نبتدي نشتغل ديب تيشو مساج، ونشوف بقى لو احتاجنا دراي كوبنج او ويت كوبنج حسب ما نشوف التيشو ده عامله ايه. عامله ثاني بعيد نعمل تشيك اب. انا جاي بقى لي شهر باركينج. لا بس ما شاء الله ما شاء الله يعني يا جماعه بروجرس سريع قوي يعني ما شاء الله. بس بقى حاسس بيه، حاسس كبرت بسرعه. انت ايه ما بتنامش المعلم على بعض؟ حاسس بكل حاجه، بحس وزني زاد. هي ماشي. كل ما الوزن بيزيد كل ما التضاعف بيزيد على الفقرات، لازم كل فتره تعمل الكايروبراكتيك ده، لان هو بيساعدك انك ترجع المساحه الطبيعيه من كل ديسك تاني. تيجي نسمع. مش بقول لك حاسس ان انا طبعا المول باك كان بيروتيت معايا كده. نعم طبعا الحركه دي انت عنده سلطان يا جماعه عشان سموي عنده قلب لطيف بس هو يعني مش هتجي معاه. سلطانة دايما واحنا بنكبر نحاول نحافظ على مستوى الاسترتشنج والموبيليتي بتاعنا، لان ده هيخلي عضلاتك شكلها احسن، تمرينتك هتبقى اقوى كمان. عايزك تاخد نفس كبير، خدي كل ورا صدرك تبقى كويس. سمعت معاك من فين؟ سمعت الكسرات والعضلات الفقري. بص اول ما العضلات الفقري بتشد بيرجع لوضعه الطبيعي زي ما شفت كده عينيه نورت، بحس ان بلاد فلوينج فاهم بيبقى 100%. تعالى على وشك. ده في حاجات كده انت ما بتبقاش فاهم، في حاجه مضايقاك بس انت مش عارف ايه، مش عارف توصل لها. هنا بتتفك ما اعرفش اسمها في حاجه بتحصل. وانا قعداتي كلها غلط، دايما ماسك الموبايل او حاجه يعني. شغلك كله على الموبايل. من اهم الحاجات اللي لازم يبقى عندك موبيلتي فيها، حافظ على مستوى الاسترتش بتاعها. لا بس انت كسرتها. خلاص بص روتيشن في كل الاتجاهات. المره الجايه خليها تفتح 62. تعالى على وشك. سماعه معايا في لور باك جدا. وفي حاجه بقى يعني حاسس ان انا يعني في حتت بتكبر عن حتت، في حتت مش
فاكر لما عملنا اول مره عادي البوستر بتاع في الناس بيبقى عندها مصر سيز بقى مصر ثانيه. فالفكره ان احنا لما بنيجي نشتغل على البوستر بنشوف ايه الحاجات اللي بتفيد اسرع، نريح حاجات ونشغل حاجات زي ما انت بتشتغل مع لاعب على السيمتري بتاعته. انا في الشيبنج بتاع العضلات بتاعتك بعمل ده، ممكن اقول لك لا انت عندك الاماميات اقوى من الخلفيات، هنبتدي نوقف مثلا تمارين فرونت شولدر ونشتغل على الباك، مش عشان خاطر الشيبنج، لا انا بشتغل معاك عشان خاطر انت لما عضلاتك اللي قدام هتقوى، صدرك وكتافك والابدومين اللي عندك اقوى من ضهرك، هتلاقي نفسك الشيب العمود الفقري بتاعك ابتدى يتغير على الشكل بتاعك. فاحنا بنوقف ده ونشغل ده. يعني لو انت مقتب وظهرك مشيص لازم تعرف ليه. طب يا جماعه سلمه في العسل زي الكود هند الاول، ريحتها حلوه وجو لطيف، بعد كده نبتدي التقطيع. سلطان ريفنج وسلطان سلطانة نبتدي نعمل سكارين كده للتيشوز، وانت شغال بتبتدي تظهر معاك حاجه اسمها سكار تيشو في المناطق اللي بيبقى فيها عقل عضليه. دايما معظم لعيبه البودي بيلدينج او الناس اللي بتشتغل ويتس خاصه بتتمرن على المدرسه القديمه بيستعمل في ويتس كتير، تلاقي عندك دكه الرومبويد. دي حاجات انا من كتر شغلي ببقى متوقع يعني هيبقى فيها مشاكل. دكه الرومبويد الناحيتين بتلاقي فيها ايه سكار تيشو كتير، غالبا بيحصل في موسم التجهيز الباركينج لان انت بتبقى بتعمل ويتس عاليه عدات قليله موسم التزاوم التست عالي مش مسؤوليتنا. انا كان مالي يا عم مدرب قاعد على الموبايل وهم بيعملوا كل العذاب الوقت لازم انا اتمرن بنفسي واحس بالم العضلات ومسك. ايوه عشان تبعت اللعيبه تبقى عارف ايه اللي بيحصل. ايه رايك في لعيبه الجيل ده؟ لا ما شاء الله في بروجرس حلو قوي كذا لاعب ما شاء الله. من المره والثانيه واشوف تطورات في الشيب وفي معظم الناس حاجه كويسه جدا. طبعا انا زي ما انتم عارفين بحاول ابقى as professional as possible. جزء مهم جدا انه بحاول لعيبه اللي في مصر متواجده هنا تيجي تزور ديزل عشان الاين كل حاجه في بعض ويظبط كل حاجه، ما ينفعش يبقى كله ضرب 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 ما فيش تصحيح. دي سكار تيشيو يبقى عباره عن تنزلات جوه الالياف العضليه اللي من جوه تدريب عالي ما حصلش بعد ريكفري قوي. فاللي بيحصل بيحصل تنزلات صغيره طول ما انت بتتمرن انت بتقطع في الياف وتعمل الياف جديده. السكار تيشيو ديت لما بتعمل كده بتعمل حاجه اسمها قديمه او تجمع دموي بتخلي ضخ الدم ما يبقاش 100% في المكان اللي بتتمرن، بتلاقي نفسك الموفمنت بتاعك صح 100% بس البامب مش موجود معاك 100%. احنا كل اللي بنعمله ان احنا بنكسر الفاشيا اللي جواها اكبر كميه من اللاكتيك اسيد. لما تتكسر بالشكل ده انت بتعمل مواصل خارجي فبتريكفر اسرع. كل ما انت مجهودك التدريبي بيعلى لازم الريكفري بتاعك يبقى على مستوى المجهود التدريبي اللي انت بتعمله. يعني الناس مثلا ما تستغربش شكل البليدز والحاجات ديت. صامولي مثلا لاعب اولد سكول والمدرسه القديمه وبيحب يتمرن جامد، فدايما هتلاقيه بيحصل عنده سكار تيشوز كتير نتيجه من الاوزان اللي بيستعملها. لازم السيرابيست اللي بيشتغل معاك يبقى عارف انت نظام تمرينك عامل ازاي، بتاكل ازاي، بتتمرن ازاي، يومك بيمشي ازاي، عشان خاطر انا من خلال ده بحدد انت هيبقى عندك مشاكل فين قبل ما اقعد اجهدك وافضل اشتغل في جسمك كله. لا احنا هنشتغل على المناطق اللي فيها مشاكل على طول. طبعا بقى الناس اللي واخده على المسجل عادي طاي او المسجل مانيوال مفيش مشاكل خالص ان انت تعمله، بس لازم كل فتره تدخل حاجه هارد زي دي تمشي مساج بالبليت عشان خاطر تطلع اكبر كميه من اللاكتيك اسيد المواصل بتاعتك وتقدر تحمل تاني وتقدر تعمل مجهود تدريبي عليه تاني. بيسموه مشكلته بس ان هو كتفه صغير شويه. عشان كده انا قلت الاول اكسر بالجن فاهم؟ بهيئ نفسي عشان اخش اقطع في المعجنه دي. اوه نقدر نسميها مرحله السفلته. مختلف كمان مع سموي وليه دايما يحصل تجاوب في الفقرات تحت وكده، لان سموي بيحب يلعب كتير ويحب يجيب تويز. فركوب مثلا بيتش باجي او ريس او الحاجات ديت بيعمل تجاوب قوي في الفقرات عشان وضعيات السواقه بتعمل مشاكل جامده قوي في اللور باك اللي فور واللي فايف. فلازم دايما تحافظ ان انت يبقى عندك فلكسبيلتي في الفقرات وفي العضلات بتاعت الظهر. انا حاسس انك كبرت بعد السيشن دي. استنى بس لما نطلع الفرونتات ويبدا العذاب الحقيقي. وليه عذاب؟ ليه انت تقفلني؟ مبسوط انا دلوقتي.
انا بحب اشرب بي سي اي اثناء الحوار ده برضه بحس وبعرف يعني. بص يوم المساج يا جماعه دايما خلوه يبقى اليوم الاوف من التمرين ويبقى اليوم الفري، لان انا طول ما انا شغال انا بكسر الفاشيا وبكسر مخزن الجلايكوجين في العضلات كانك عامل تمرينه جامده جدا. عشان كده برضو انت بعد المساج من النهارده تحس ان انت فول بامب، فلازم يبقى يعني يفضل انه يبقى يوم فري وعامله معامله التمرين. يعني بعد المساج خد الامينو اسيدز بتاعتك والبي سبل اي لو في جلوتامين او اي حاجه زي كده، يعني كانك لسه عامل تمرينه قويه عاملها بنفس الفكره ده احسن نتائج. هنا بقى هتلاقي بقى ايه الاسكار تشو اكتر من كده. طب بالراحه مش قادر وزن الطول وزن ايه مش قادر يا الله صوت اللي سامعين ده يبقى ايه؟ مش سامعين وانا بس اللي سامعه هو اعضائي اللي سرق نوف ده في الصغيره بقى سنه مع 17 النبي بالراحه دي مش قادر دينا من جوه جديده عايز مره جايه لك حاجه عيد ليك سموي شد ورقنا كده شد عضلات سامحني طبعا ده اهم موتر اتقطع خلقطع امتى كان اهم موتر ديزل والله مش قادر حاسس بيك والله لا مش حاسس طبعا انا اللي بتقطع يا جدعان اكتر حته بقى من هنا في الرجلين بتضمه ولو اتفتحت معاك هيبقى السكوات بتاعك بشكل رجليك هيختلف خالص بلاند سلو سكوات. طبعا دلوقتي صمويل عايش لحظة صمت مع نفسه اللي هو انا ايه اللي جابني هنا؟ انا كان مالي بتاع بعمل برامج صمويل على الاقلام كده رجعنا العب تاني عشان نحس انا حاسس ان اخر فترة بقت جاحد قوي يا جماعة احنا عايزين بيش احس بالكلايد الصراحه والله بقول له ايه يعني بس ارجل شويه اجمل وطلعت انا فرفور ولا انتوا بتبقى حد موصي عليا ولا انتوا في ايه؟ مش محتاجين ما الناس بتشوفها بتطلع عندك عادي يعني مش بيصوتوا مره في الشهر بالذات وانا شغال في الترانسفورميشن بتاعي اول ستيج 1 كنا بالبلك طبعا هو لازم يبعت عني كل حاجه عشان يعرف يشتغل معايا يعني بيسالني اسئلتي هو كده كده يعني احنا في بينا ريليشن شيب هو عارف حاجات معينه في حياتي ان انا بركب باجي وان انا بحاول ابلك وان انا بشيل اوزان تقيله وان انا بعمل باخد حاجات معينه كده فاكوردنجلي يعني بعد اللي هو عارفه عني هو عارف بيسيرش على ايه هو عارف ان انا بشيل وزن تقيل الفتره دي تكرار قليل بحاول اكبر فالتيشو عندي مصابه ازاي غير واحد عليكوا على السيرفست وقت كتير قوي في الجلسه عشان تطلع باقوى النتائج انا ممكن اشتغل جسمي كله في الاخر يقع مني المط اللي فيها مشاكل انما لو انا عارف كل حاجه عنك وعارف نظام تمرينك وعارف انت اللايف ستايل بتاعك ماشي ازاي واسلوبك في الشغل وفي التمرين ماشي ازاي بوفر عليك وعليا وقت طويل جدا لان انا ببقى متارجت المناطق اللي اوريدي فيها مشاكل.
تعمل الكلام ده امتى وازاي؟ تعمل الكلام ده في الاون سيزون وفي موسم التجهيز، في البالكينج من 3 أسابيع لأسبوعين حسب شده تدريبك، وفي في الكاتنج اللي هو خلاص الماتش قرب بيبتدي الوتر يبقى لايف في جسمك، والمواصل تيشرز بتبقى مشدوده اكتر بسبب ان مفيش ميه كفايه من الجسم بسبب البايت بتاعك والكلام ده، فبتكلبش بسرعه بالبلدي كده، وعضلاتك بتبقى على طول فيها ماسل سورنس او بتيجي بالليل ما تبقاش عارف تنام من كتر الم العضلات ومجهود التمرين، فبتحتاج ان انت تعمل الكلام ده بدري شويه 10 ايام لاسبوع في الموسم بتاع الكاتنج. وطبعا بتوقف قبل الماتش ب 14 يوم. اقرب حاجه قبل الماتش تعمل فيها جلسه مساج 10 ايام عشان ما يحصلكش ووتر تنشن. دي نقطة مهمة جدا عشان الناس كتير بتقع فيها غلط. كان معاكم كان سام سموي، دلوقتي بقى صام سموي بالصاد. هو خلاص يا جماعة اعترف انه سلطان بالسين بالصاد.